واحد العلاقات الدولية بلا قلب بريطانيا وغزو الكويت. في وثائق بريطانية تم الإفراج عنها، صحيفة الجارديان البريطانية نشرت جانب من هذه الوثائق التي تم الإفراج عنها تتعلق بموقف بريطانيا من الغزو العراقي لدولة الكويت عام 90. في أغسطس عام 90 كان الغزو العراقي للكويت. في أغسطس 2017 نشر بعض الوثائق عن موقف بريطانيا من هذا الغزو. المذهل هو أن هذه الوثائق بتبين بجلاء أن الدول وهي بتدير مصالحها تديرها بلا قلب وبلا عاطفة. فطبقا لهذه الوثائق، لما غزا صدام حسين دولة الكويت سنة 90، فورا الغزو 2 أغسطس بريطانيا بعتت وزير المشتريات العسكرية 9 أغسطس، بعد أسبوع كان في منطقة الخليج علشان يبيع سلاح. التقرير الذي نشرته الجارديان أن وزارة الدفاع البريطانية رأت إنها فرصة، بغض النظر عن الغزو والموقف السياسي وموقف أمريكا والعالم، دي فرصة ممتازة إن بريطانيا تبيع أسلحة للمنطقة. وبعته وزير المشتريات العسكرية، والتقرير اللي عمله لمارجريت تاتشر قال فيما يلي: إن دي فرصة ذهبية لبيع السلاح لدول الخليج. وقال إنه المخابرات البريطانية نبهت دول الخليج قبل كده من احتمالات غزو صدام للكويت، وده بيدينا فرصة يكون عندنا مصداقية علشان نصدر الأسلحة البريطانية لدول الخليج، وإنه يجب إن ضباط المخابرات البريطانية يزوروا دول الخليج كتير علشان يسهلوا عمليات بيع السلاح. إذا مجمل ما نشرته الجارديان عن هذه الوثائق إنه أما حصل الغزو، رأي وزارة الدفاع ورأي مارجريت تاتشر إن دي فرصة بغض النظر عن السياسة إن احنا نبيع أسلحة إلى دول الخليج. وفعلا عقدت صفقات كبيرة جدا لصادرات أسلحة بريطانية إلى دول الخليج في أعقاب الغزو العراقي لدولة الكويت. يبقى إذن لما تشوف إن بريطانيا ضد الغزو والسياسة البريطانية بتدين الغزو، السياسة حاجة والمصلحة حاجة تانية، والسياسة الدولية بلا قلب والمصالح لا تعرف العاطفة، وإنه في اللحظة اللي فيها دولة تم احتلالها وشعب تم تشريده، الآخرون بيفكروا إزاي يستفيدوا من هذا التشريد، إزاي يستفيدوا من هذا الغزو، إزاي يستفيدوا من هذه الكارثة، كيف تكسب من كل مآسي العالم للمصلحة الاقتصادية لبلادك. هذا عنوان ما حدث بالضبط طبقا لما نشرته الجارديان في موقف بريطانيا من الغزو العراقي لدولة الكويت.